بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 26/12/1444 الموافق 14/7/يوليو. عندنا هذه الخلية شكلها فاقدة الملكة وعاملة بيوت ملكية كثيرة، هنبحثها اليوم إن شاء الله وهنشوفها مع بعض، وممكن نأخذ منها ملكة نستفيد منها في خلية فقدت ملكتها. هذه الخلية هنشوف فيها عدد كبير من البيوت الملكية، وطبعا هذه بيوت طوارئ، وهنشوف الفرق بينها وبين بيوت التطريد أو بيوت الإحلال. هذا القرص الأول، ما في أي شيء، طبعا ما عندنا أي مشكلة فيه. هذا الثاني، لاحظنا فيه شوية رش، وفي أيضا هنا بيت ملكي أزلناه. في نفس الوقت طبعا نحاول نشوف إذا في ملكات خرجت أو لا. هذا إطار الثالث، كما نلاحظ حركة النحل سريعة، وهذا غالبا لفقد الملكة. هذا الإطار كما نلاحظ فيه حضنة لكنها مغلقة، طبعا لا يوجد يرقات ولا يوجد بيض، ولكن هنا عندنا نلاحظ في الطرف موجود هذا بيت ملكي، بيت ملكي مغلق. هنا عندنا واحد بيت ملكي، الجانب الآخر كما نلاحظ في الأسفل في هذه المنطقة عندنا مجموعة من البيوت الملكية، 1 2 3 4 5. طبعا هنا في بيت مفتوح في هذه المنطقة، يوجد بيت مفتوح، احتمال تكون خرجت ملكة أو سبقت المجموعة في الخروج. هذا بيت ملكي مفتوح، وعندنا طبعا مجموعة من البيوت الملكية في هذا الجانب، مجموعة من البيوت الملكية. هنبحث الآن عن وجود الملكة، إذا في ملكة خرجت، إذا في ملكة خرجت ممتاز، هنتركها طبعا، وحنحاول ناخذ عدد من البيوت الملكية لوجود خلية بدون ملكة من فترة، نحط لها بيوت ملكية مغلقة. طبعا أنا هنا لاحظت وجود الملكة، هذه وجود ملكة واضحة، هذه ملكة خرجت. في عندنا في ملكة خرجت، يمكن بسبب السرعة لا يمكن مشاهدتها، لكن فعلا في ملكة خرجت، نحاول نبحث عنها ونصورها لكم. في الحالة هذه يمكن الاستفادة من البيوت الملكية، طالما انه في ملكة خرجت حنستفيد. نقص عدد من البيوت الملكية ونضعها في الخلية التي لا يوجد فيها ملكة. الآن حنقص
عدد من هذه المنطقة اللي هنا، حنقص البيوت الملكية المغلقة للخلية الأخرى. طبعا لازلنا نبحث عن الملكة لكي نصورها. طبعا شفناها وتأكدنا من وجودها، ولكن نحاول نشاهدها فقط لتصويرها في هذا الفيديو. إذن الآن هنعمل على قص النحل أو قص البيوت الملكية للاستفادة منها. نقص هذه المنطقة لأنه فيها عدد ممتاز من البيوت الملكية، وحقيقة حناخدها معانا للخلية أخرى. هذه البيوت الملكية ممتازة جدا، عندنا هنا 6 بيوت ملكية، عندنا هنا أيضا بيت ملكي حجمه حقيقة مميز، حناخده معانا. هذا بيت ملكي للخلية الأخرى. طبعا في حقيقة بيوت ملكية أكثر من بيت ملكي سوف تترك، ربما يتم الاستفادة منها. هذه الخلية الثانية يوجد فيها ملكة، ولكن هذه الملكة لها حوالي 120 يوم لم تلقح ولم تضع البيض. لذلك سوف نحاول أولا حجز هذه الملكة، وبعد ذلك وضع البيوت الملكية التي أخذت من الخلية الأخرى. هذه الخلية فيها ملكة ولكن لها 120 يوم لم تضع البيض وتركت للدراسة. طبعا كان معاها 22 خلية، 21 خلية تقريبا لقحت بعد 100 يوم، لأن هناك الكثير يقول أنها لن تلقح، ولكن 21 خلية في المنحل لقحت بعد حوالي 100 يوم. هذه الخلية لها 120 يوم لم تلقح. فالآن حنمسك الملكة ونحجز الملكة في هذا القفص، وبعد ذلك سوف نضع لها إن شاء الله هذه البيوت المغلقة اللي احنا شايفين عندنا هنا 5 بيوت، وأيضا في بيت سادس لوحده. فحنبحث الآن عن الملكة هنا، في شوية رش عسل لكن هذا الإطار لا يوجد عليه الملكة. هذا الإطار الثاني أيضا لم نشاهد عليه الملكة. هذا الإطار الثالث
لم نشاهد أيضا عليه الملكة. لا زال البحث جاري للبحث عن الملكة. لقينا الملكة حنحبسها ونخرجها، وإذا ما لقيناها ما في فرق طبعا، حنضع البيوت الجديدة، لأننا الملكة القديمة سوف يتم إعدامها لأن أعطيت الفرصة الكافية ولكنها لم تنجح في وضع البيض. أيوة حاليا وجدنا الملكة، هذه الملكة. تم حجز الملكة، تم سحب الملكة من هذا القفص وهذه الخلية، لأن حقيقة أعطيت الفرصة الكافية ولكنها لم تنجح في وضع البيض. الآن حنبدأ بزراعة هذه البيوت وحنراقبها خلال الأيام القادمة ونشوف مدى نجاحها إن شاء الله. طبعا الخطوة الآن هي عبارة عن زرع نحاول صناعة فتحة مناسبة بهذا الشكل، طبعا توضع فيها البيوت الملكية بنفس الاتجاه إلى أسفل بهذا الشكل، مع محاولة تثبيتها بالشمع بهذا الشكل. أيضا هنا عندنا بيت ملكي آخر يصنع لي فتحة بهذا الشكل ويوضع كذا. نقدر نقول وضعنا البيوت الملكية بشكل مناسب. حندخل البيوت الملكية داخل هذه الخلية كما نلاحظها الآن، أدخلت بهذا الشكل. طبعا يتم تقريب هذا الإطار بحيث لكن يكون في مسافة تسمح للملكات بالخروج بكل سهولة كما نلاحظ. أما بالنسبة للملكة حقيقة اللي ليها حوالي 120 يوم فيمكن التخلص منها لأنها يعني لم تضع البيض، لم تلقح وأعطيت الفرصة الكافية، ويمكن حبسها احتياطا في أي خلية قوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.